السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي آلاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير حبايب قلبي. أهلا بيكم بكل متابعيني ومشتركين القناة. النهاردة إن شاء الله الروتين بتاعنا هيكون تكملة روتين امبارح اللي هو كان روتين الخميس. محبيتش إن أنا أطوله عليكم امبارح لأن أنا كنت نزلت فتح الله جبت شوية حاجات وقفلت الفيديو على كده، وقلت لكم إن شاء الله هكمله النهاردة. فالنهارده بدايه يعني تكمله الروتين، وكنت روحت بقى وعايزه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها لان معظمها حاجات منزليه وحاجات يعني منظفات وكده ومهمه قوي، وكنت عايزه اقول لكم عليها لان انتوا كمان اللي نصحتوني بيها. فانا دلوقتي بفضي الحاجه عشان اقول لكم على اللي انا جبته على الاسعار بتاعته. اول حاجه انا جبتها وهي كانت اكياس القمامه اللي هي اسمها ايجيبت سيرفيس، دي تقريبا فيها 15 كيس وعامله 6 جنيه ونص، وحجمها كبير بس هي خفيفة شوية، كوين طبعا بتبقى احسن منها. جبت كمان الولاعة دي اللي هي زي المسدس كده، دي بتاعت جايبها للفرن عشان هو مش اشعال ذاتي، فانا بتلسع كل مرة بفتح فيها الفرن. دي سعرها 12 جنيه، وعايز اقول لكم ان هي يعني عمرها ما بيبقاش طويل قوي، مش عارفة ده عيب مني ولا في ايه بالظبط، بس هي ليها لوك بحيث انك برضو تبقي مأمناها لو مثلا نسيتي وحطيتيها قريبة من ايد الاطفال. جبت كمان ماكسل اللي هو منظف الافران، ده بصراحة ده اللي انا كنت عايزة اجيبه، لقيت سعره 33 جنيه، ولقيت عليه العرض ده معاه مذيب الدهون او منظف المطبخ ده ب45 الاتنين مع بعض، فلقيت ان الفرق مش كبير قوي، فقلت يعني اجربه برضو يمكن يطلع كويس وابقى استخدمه بعدين. هو بيقولوا ان هو مذيب للدهون يعني قوي على الدهون يعني مستعصية، فقلت اجرب برضو مفيش مشكلة. لكن في الاصل انا كنت جايبة ماكسل بتاع الاوفن اللي هو بتاع الافران وتنظيفها. وجبت كمان النفتالين ده، طبعا اكيد معظمنا عارفينه اللي هو بيبقى كور كده، الكيس ده عامل 25 جنيه، وطبعا ريحته بتكون نفاذة شوية، بس انا هقول لكم على استخدامات ليه وحاجات كده هنحطها عليه هتضيع ريحة تماما، وهنستخدمه استخدامات كتير جدا، من ضمنها في الحمامات ومن ضمنها في التخزين الملابس الكتب المكتبات تحت السرير حاجات كتير جدا. هو حلو قوي على فكرة، بس المشكلة في ريحته النفاذة، وان هو طبعا يبقى في متناول الاطفال ده هو ده الغلط. بصوا بقى من الحاجات اللي انا بستخدمها وبحب ان انا اوريها لكم لان فعلا جربتها وطلعت حلوة جدا، المنتج ده اسمه كولد واكس اللي هو الشمع البارد من ايزي سويت، شركة ايزي سويت. بصراحة ده تاني مرة اجربه لان العبوة ما شاء الله كبيرة يعني قعدت معايا فترة. ده مزيل الشعر بصراحة حلو قوي، ده بمستخلص الفحم والنعناع ولونه اسود كده، ومفعوله هايل جدا جدا يعني سريع، مش بتعيدي على المنطقة كذا مرة، فلما جربته بصراحة عجبني جدا وريحته كمان حلوة، بس هي في الاول بس بعد كده بتروح منه ريحة النعناع، او يمكن انا اللي اتعودت عليها. بيبقى جاي معاه كمان المناديل دي اللي هي بتاعت ازالة الشعر، بس طبعا انا اصلا ببقى شارياها باكت كبير لان دول ما بيكفوش، بشتريها من محلات اللي هي مستلزمات التجميل وكده، ومعاها كمان الاسباتيولا دي البيضة اللي بتفردي بيها الشمع نفسه، وما تشيلوهاش في التلاجة خالص، هو متماسك ومش بيحتاج يتحط في حرارة ابدا زي ما هو كده في العلبة استخدميه. كانت سعرها 33 جنيه العبوة دي. جبت سكينة البسبوسة او سكينة المعجون تقريبا يعني، بس اللي هي بتقطع البسبوسة، عاملة 14 جنيه لان انا النهاردة هعمل بسبوسة. جبت كمان ليف المواعين ده، واحدة اسمها كريستالة، جبت منهم 2 والواحدة عاملة 4 جنيه ونص، بس مش عارفة بقية الانواع التانية اسعارها عالية جدا، معرفش ايه اللي حصل. وكمان جبت السلك ده، الواحدة من دي عاملة 6 جنيه ونص لوحدها، انا بحب النوع ده جدا من السلك الناعم. وجبت الباكت ده اللي فيه 2، دول عاملين 13 جنيه سوري، دول عاملين 13 جنيه الاتنين مع بعض، وبرضو حلوين قوي، انا دايما بستخدمهم يعني استخداماتهم بتكون كتير جدا بالذات في المطبخ والحمام. بصوا بقى المساحات دي حلوة قوي، انا جبت واحدة اللي هي الجلدة الصغيرة دي، هي بتاعت ازاز، بس انا مش جايباها للازاز بصراحة، انا جايباها للرخامة المطبخ لان هي عندي كلها متحوطة بجدار كده من الرخام داير ما يدور، فالمية بتتعب في الاركان لما بكون بغسل مواعين او بمسح او كده، رغم ان فيها ميل، فانا بحب دايما بعد ما اغسلها امسح بالجلدة دي، فانا جايباها للرخامة بالذات. اما دي بقى انا جايباها للازاز والمرايات بالاخص، دي بقى صح حبيبة قلبي ايمان اللي دايما بتكلمني على تلميع الزجاج، انا لقيت الحل ده وبصراحة افتكرتك وانا بشتري، وقلت هبقى اوريها لكم في المشتريات بالذات عشان تلميع الزجاج وكده والمرايات، بحيث انك بتعملي بالبخاخ بتاع الازاز
وتمسحي او تدعكي بالسفنج دي، وفي الاخر تلمي السوائل بالجلدة الكاوتش اللي فيها. فهي 2 في 1 وبتبقى حلوة قوي يعني. ممكن تعملي بيها رخامة المطبخ، ممكن تعملي بيها ازاز السفرة او اي ازاز عندك حجمه كبير، المرايات اللي حجمها كبيرة واللي عنده شبابيك والوميتال كبيرة قوي. دي سعرها 16 جنيه، واللي قبلها الجلدة بس كانت عاملة 11 جنيه من الهلال والنجمة الذهبية. لقيت كمان في قسم الادوات المنزليه فاتح الله الاكياس دي، هي اكياس قماش كده او مش قماش، اللي هي شبه يعني شبه الشبكه متخرمه كده ومرسوم عليها بقى شرابات، في حاجات تانية مرسوم عليها بقى ملابس داخليه وكده. فانا جبت الشكل يعني المحترم اللي فيهم وعشان اعرف اصورها لكم. دي سعرها 20 جنيه، وبسوسته طبعا كده بتحطي فيها بقى الحاجات الصغيره، بالذات شرابات الاطفال اللي بتضيع، الكمامات كمان القماش اللي احنا بقينا نستخدمها دلوقتي عشان ما تتوهش في الغساله لو حاطه حاجات كتير. هي شفافه على فكره يعني، لو تلاحظوا هي يعني مخرمه قوي وشفافه، فانا حاساها كويسه تلم الحاجات الرفايع دي. دي كانت سعرها 20 جنيه الواحده. جبت الكلوروكس ده اللي هو الالوان، الباكت الصغير ده عامل 5 جنيه، بس هو كان عليه عرض فتح الله ب4.75 جنيه. دايما انا بحب اجيب الازايز، بس ما اعرفش لفتت نظري قوي الاكياس الصغيره دي، بحيث برضو ان انا انضف بيها او استخدم منها جزء صغير في البخاخه او كده. الكلور ده برضو كنت جايباه على اساس ان هو جيل، بس طلع ان هو سايل عادي خالص اللي هو الازايز العاديه، وسعر الباكت ده ب3 جنيه، فهو مش غالي خالص وبيستخدم برضو استخدامات كتير. نيجي بقى لسبيد اللي انتوا بجد رشحتهولي، وبجد يعني منتظره جدا ان انا اجربه. انا جبت اللي هو الحبيبات زي ما نصحتوني بيه، اللي هو بيكون مسلك للاحواض او الصرف عموما، وبينفع لكل انواع المواسير المعدن او البلاستيك منها. العبوه دي كانت عامله 27 جنيه، وعايزه اقول لكم يعني حاولوا تبعدوها طبعا للاطفال، لان هي اكيد مواد سامه قوي، فربنا يحفظنا جميعا. انا بس حبيت اجيبها، بس ان شاء الله هجربها معاكم في فيديو منفصل مع سلاكه الصرف اللي انا وريتها لكم قبل كده. وجبت الجوانتي ده اللي لا غنى عنه في الشتاء بالذات، بسبب المية السخنة اللي انا بغسل بيها المواعين، فبتبقى سخنة جدا وبتعمل لي جفاف في الايد، فانا بجيب دايما الجوانتي ده بالذات على دخلة الشتاء للتنظيفات وكده. فده كان سعره 27 جنيه، وبيبقى مقاسات طبعا لارج وميديوم وسمول واكس لارج، على حسب بقى انت بتستخدمي ايه او حجمك ايه. وعايزه اقول لكم يعني هو عمره مش طويل قوي، دايما بجيبه يعني ممكن يقعد معايا شهرين ولا حاجه ويبدا يتقطع، وبعد كده بغيره. بس هو بصراحه عملي جدا يعني، مهما كان سعره عالي شويه، بس بصراحه انا ما بقدرش استغنى عنه في الشتاء بالذات. جبت الشمع ده، انا بصراحه بحب الشموع جدا بالذات بقى في الشتاء، يعني في الصيف لا بصراحه ما بشغلهاش. بس الكبيره دي كانت عامله 24 جنيه، والصغيره عامله 10 جنيه ونص. وطبعا بيبقى ليهم روايح، الحمرة دي بالفراولة والموف دي باللافندر، بس بيكونوا ريحتهم حلوة كده وهادية، وبحب احطهم في الفانوس بتاع ايكيا اللي عندي او اي شمعدان، برضو بيبقى حلو قوي فيهم. بصوا بقى اكياس التخزين دي انا دايما بجيبها، وعايز اقول لكم حلوة جدا واختراع هايل. اللي في ايدي دي انا اول مرة اجربها، هي مش بتاعة تخزين كميات كبيرة، هي حجمها صغير 42 تقريبا في 35، فهي مش كبيرة قوي. مرسوم عليها ان هي للحاجات الصغيرة، للملابس اللي حجمها صغير، بس انا بصراحة جايباها برضو للولاد، هي بتنفع كتير جدا. بس دي ما فيهاش مكان لشطف او لشفط الهواء، لان الكبيرة فيها، فدي تقدروا تطلعوا منها الهواء يدويا، وليها سوستة كده محكمة الغلق، سوستتين دبل كده فوق بعض. عايز اقول لكم بتاخد مكان رفيع جدا جدا في الدواليب او في اي مكان هتخزيني فيه. الباكت ده فيه 2 مع بعض من الكياس دي، وعايز اقول لكم سعرها عامل 35 جنيه، تمام. بس عايز اقول لكم هي خامتها حلوة وعملية، لان في خامات اقل من كده انا استخدمتها، فدي في ايديا بصراحة شكلها كويس وخامتها احسن بكتير من اللي انا جبته قبل كده. اما الاكياس دي بقى، هي دي اكياس التخزين اللي انا فعلا ما بستغناش عنها ابدا، وعايز اقول لكم ممتازه جدا في الاستخدام. دي مقاسها 80 في 100 سنتي، فهي حجمها حلو قوي، وفيها 2 برضو كيسين كبار. بس دي الفرق ما بينها وبين اللي قبليها، ان فيها مكان لسحب الهواء منها، بحيث ان الملابس كلها تبقى مضغوطه من جوه. وعايز اقول لكم يعني ما بتاخدش يعني اكتر من 3 4 سنتي في الدولاب كسمك للحاجه، يعني انت بتبقي حاطه فيها بطانيه ولحاف وكوبرتا، وممكن تحطي ملابس كتير جدا، بتبقى ممتازه قوي بجد.
هما طبعا مديكي الطريقة بتاعة الاستخدام، بس هي بتبقى سهلة جدا، فهي حلوة قوي انك تخزني فيها الملابس من موسم للتاني وتطلعيها هتلاقيها زي ما هي، بس طبعا بتبقى محتاجة انها تتكوى مش اكتر من كده، بس بتحافظ على ريحتها، بتحافظ على جودتها، ما بيجرالهاش حاجة ابدا. الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها بس من قسم الخضار والفاكهة او من الاكل عموما هي روزماري الفريش، بصراحة لما لقيته عجبني وقلت لازم اجيبه. دايما بتسألوني بتجيبيه منين، هو الزعتر الفريش بيتجاب من فتح الله او كارفور من القسم اللي هو خضار والفاكهة، الباكت ده تقريبا عامل 5 جنيه، فهو حلو جدا، ولما بحس ان هو قرب يدبل بشيله في الفريزر بيطلع والله زي ما هو، نكهة وكل حاجة. خلصت بقى المشتريات بتاعتي دي كده وشلتهم على جنب عشان ابدا في الغدا. النهارده هعمل لازانيا بمكرونه الملكه، اول مره اجرب مكرونه الملكه بصراحه في اللازانيا. دي سعرها كانت 9 جنيه وعامله 400 جرام، وهي تعتبر ارخص ماركه في السوق، بس ناس كتير شكرت فيها فقلت هجربها بقى النهارده. فهعمل العصاج، بس العصاج بقى المره دي هيتعمل مختلف عن اي مكرونه بالبشاميل، لان اللازانيا مش مسلوقه فمحتاجة كده ايه شوية تكات بس عشان تتسلق او تستوى معانا في الصينية نفسها. بصوا اللي انا هحطه اضافة كده من غير ما حد ياخد باله اللي هو البروكلي. البروكلي من الحاجات الحلوة قوي، وطبعا الولاد مش هترضى تاكله ابدا، وبصراحة انا نفسي لو لقيت حاجة قد كده خضرة في الاكل انا برضو يعني مش هبقى حباها يعني، فعشان كده انا بقطع البروكلي صغير، بحيث ان انا والولاد او يعني عموما اللي بياكل يبقى مستساغ الاكل كده، ما يتضايقش من البروكلي بالذات. فانا هقطعه صغير بحيث ان هو ما يبانش، وهحطه كده في العصاج من جوه. دايما بعمل كده مع البروكلي والذره الصفراء، برضو بتبقى حلوه ومفيده جدا، او اي خضار في العموم يعني بحب اضيفه، بقطعه صغير قوي عشان ما حدش ياخد باله. انا ما حطيتش كتير على فكره، هم 3 4 وردات كده. البروكلي ده انا ما اعرفش بصراحه في منه فريش دلوقتي ولا لا في الاسواق، بس انا ده جايباه من فتح الله من قسم الخضار والفاكهه المجمده. دايما فتح الله عامل تلاجة مخصوص ليه كده في الفروع حاليا دلوقت، بيجمد فيها خضار وفاكهة الموسم المعاكس، فاهمين؟ فدايما بلاقي فيه بقى الحاجات اللي انا مش بلاقيها في الاسواق طازة. والكمية دي الباكت ده كله اللي انتوا شفتوه كان تقريبا عامل 10 جنيه او حاجة زي كده يعني. وطبعا اول ما بينزل في البصلة بتلاقوه بقى دبل ومش باين خالص. زودت هنا شوية زبدة، وهعمل بقى العصاج العادي جدا، بس اللازانيا عشان طبقاتها كتير بتحتاج كمية لحمة اكبر من اي مكرونة بالبشاميل العادية. فانا استخدمت النهاردة 1/2 كيلو من اللحمة المفروم، وهعمل منها تقريبا 3 طبقات من الحشو بتاعة اللازانيا. انا البصل اللي انا استخدمته هنا كان بصل متجمد من اللي احنا عاملينه او مفرزينه قبل كده في تفريزات، وكمان البروكلي برضو زي ما انتوا شفتوا متجمد. انا اي خضار بجمده بحطه وهو متجمد في على النار على طول، مش بفكه قبلها. وحطيت كمان رشة من الملح والفلفل الاسود، وحطيت كمان رشة من اسمها ايه دي الكباب الصيني، برضو بتبقى حلوة قوي مع العصاجات وكده، وكمان طبعا القرفة. فالمهم طبعا بقى في اللازانيا هو الصلصة، يعني دي الحاجة برضو المختلفة اللي ممكن نضيفها في المكرونات البشاميل اللي مش بنضيفها قوي، بس في اللازانيا بيتحط لها صلصة. طبعا انتوا شايفين الحشوة كده تعتبر ناشفة، اللازانيا لازم نحط لها شوية لسائق سوائل عشان تستوى، فانا هحط لها شوية مية عشان الحشوة تبقى طرية ورايحة جاية معايا كده، وهي دي اللي هتسوي معانا اللازانيا او المكرونة نفسها. وطبعا البشاميل برضو هو اللي بيسوي معانا، لان احنا هنعمله دلوقت بقوام خفيف جدا عن البشاميل العادي. انا كده رفعت العصاق بتاعي من على النار بقى جاهز، وفي شوية سوائل حلوين، وهعمل البشاميل بقى العادي خالص، بس طبعا هزود الكمية شوية. الصينية اللي انا هستخدمها مش كبيرة، بس طبقات اللازانيا هي اللي كتير. احنا بنعمل دايما المكرونة بالبشاميل طبقتين مكرونة في النص لحمة، لا المرة دي احنا هنعمل تقريبا 4 طبقات مكرونة وثلاثة لحمة في النص. فانا هعمل هنا 1 كيلو من اللبن، 5 معالق من الدقيق، مع 5 معالق من المادة الدهنية، قلبتهم كويس، وهنزل بلتر من الحليب بس تدريجيا، كل ما يتقل معايا افكه بشويه لحد ما الاقيه فك خالص انزل ببقيه اللبن مره واحده. تنكيه البشاميل ده بقى بيختلف من ذوق للتاني، بس اللي انا رسيت عليه بصراحه مؤخرا وعجبني قوي هو البشاميل اللي احط له ملح وفلفل ورشه من جوز الطيب وحبه صغيره، بص فص صغير قوي من الثوم المفروم بيديله طعم تحفه.
وكمان بحط له ممكن جبنة موتزاريلا لو متوافر عندي، جبنة مثلثات او كوبايات، بتبقى طعمها حلو جدا مع البشاميل. البشاميل المرة دي على فكرة هتلاقوه مش تقيل قوي، فهتشوفوا معايا دلوقتي اول ما يغلي هتلاقوه سايل شوية، وهو ده اللي انا عايزاه عشان يسوي معايا طبقات المكرونة النية. بصوا بقى، انا اول حاجة هبدأ بيها هي البشاميل تحت المكرونة، بس هحط طبقة كده كويسة عشان المكرونة اللي حطيتها ناشفة كده على الصينية على طول مفيش حاجة هتسويها وهتلاقوها لزقت، فحطيت لها كمية معقولة كده من البشاميل. وهحط كمان اللازانيا وهقطع بقى منها عشان تيجي على مقاس الصينية، بس عايز اقول لكم ما تحطوش مكرونتين من اللازانيا فوق بعض، لازم فاصل من البشاميل عشان ما تلاقوهاش معجنة، اي حتى لو حتة صغيرة هتحطوها على بعضها لازم تحطوا بشاميل في النص، هتلاقوها لزقت والحتة دي عجنت قوي بزيادة ونشفت. وببدأ افرش بقى العصاق بتاعي، شايفين السوائل فيه كتير ازاي، وفي النص بقى طبقة بشاميل تانية. المهم ان احنا عايزين بص نغرقها كده سوائل من جوه عشان تستوى، وهرجع اعمل دي طبق تاني طبقة من المكرونة اللي احنا حطيناها. حطيت بشاميل على المكرونة من فوق برضو عشان هي اللي هتسوي المكرونة معايا، وهرجع احط طبقة كمان من العصاج. طبعا تقدروا تحطوا حشو فراخ، تقدروا تزودوا في كمية الخضار اللي انتوا عايزينها، او ممكن تشيلوا الخضار اصلا يعني تعملوا عصاج العادي، بس لازم الصلصة عشان السوائل تزيد معانا. دي كده تالت طبقة من المكرونة، وبرضو ما ننساش البشاميل اللي في النص ما بينهم. بصوا انا اول مرة اعملها من غير سلق، طول عمري بسلقها بس بتبقى نص سلقة عشان ابقى صريحة اكتر، ما بتاخدش وقت خالص، يعني يدوب بس المكرونة تترى من النشفان اللي هي فيه واطلعها وابدأ اعمل نفس الخطوات دي، بتبقى حلوة برضو ممتازة. لو انت خايفة تجربي بالمكرونة النية خالص، انا كنت خايفة طبعا في الاول، بس بصراحة لما اتشجعت كده ان انا اعملها قلت لا انا لازم اجربها نية. صحابي كتير بيعملوها نية بصراحة وبيشكروا فيها قوي، واحسن من المسلوقة بكتير، فقلت بقى اجرب. حطيت بقى اخر كمية من البشاميل على الوش بالشكل ده، بس اهم حاجة بقى طبعا بعد كل اللي احنا عملناه لازم تتغطى، ما ينفعش تدخل اسمه ايه الفرن وهي بالشكل ده عشان تستوى. طبعا انا غطيتها بورق فويل وهدخلها الفرن، يعني مش هتقعد كتير على فكرة، المهم بس هي تلت ساعة تقريبا وانا مغطية كده، وفي الاخر خالص هبقى افتح عليها الشواية عادي. واللي انا هقدمه جنبها النهارده هو المخلل الخيار اللي احنا عملناه تقريبا اول يوم دراسه اللي هو كان يوم الاحد اللي فات، فانا فتحت عليه بصراحه وده كان اخر برطمان، عايز اقول لكم كان تحفه. انا مش بقطعه طبعا غير لما يعني استوى كله عشان يبقى كده مقرمش ومحتفظ بنفسه، ما لاقيهوش طري وما بيبقاش حلو الخيار ابدا وهو طاير. بس خلاص هو ده الغدا بتاعنا النهارده، يعني ما فيهوش اي حاجه، انا بحب اعمل دايما صنف لحوم واحد بس في الغدا، وحطيته خلاص في المكرونه بالبشاميل، فده الحمد لله غدانا كده النهارده. طبعا المكرونه بالبشاميل لازم تسيبيها تهدى عشان تعرفي تقطعيها، بس انا بصراحه كنت مستعجله والولاد كانوا جاعوا، فقلت لازم بقى اقطعها، وسبت فتحت عليها المروحه وسبتها قدام المروحه، بس عايزه اقول لكم سخنه جدا من جوه برده. هي طبعا ما بتبانش الخرط بتاعتها غير لما تبرد خالص، لو انت عايزه تعملي خرط كده حلوه. وبعد الغدا بقى دخلت عشان اعمل البسبوسه. البسبوسه من الحاجات اللي احنا كلنا بنحبها، انا هعملها بدقيق سميد من دوبيلا، الدقيق ده حلو جدا. كل اللي انا هستخدمه النهارده في البسبوسه اربع مكونات بس، الدقيق، السكر، الحليب والسمنه، بس هي دي مكونات البسبوسه وسهله جدا. بس اهم حاجه في ظبطها هو المقادير، المقادير بتاعتها لو ما توزنتش صح، او يعني على الاقل عرفتي المقدار بالكوبايات اللي عندك، مش هتطلع معاكي مظبوطة قوي، لان ناس كتير بتشتكي انها بتطلع ناشفة بتطلع طرية، فده اللي هنظبطه مع بعض ان شاء الله. انا فتحت الميزان بتاعي وحطيت له الحجارة، هصفره للوقت وهبدأ ان انا اوزن الحاجة، وهقول لكم طبعا على بدايل الميزان لان اكيد مش كلنا عندنا ميزان. انا النهاردة استخدمت نص كيلو من الدقيق السميد، نص كيلو دقيق ده عامل بالظبط 3 كوبايات من اللي هما قدامي دول بتوع الشاي بالظبط، يعني 3 كوبايات من العاديين دول عند اي حد اظبطيهم على كأنهم نص كيلو دقيق،
هتستخدمي عليهم قد ايه من بقية المكونات، هستخدم عليهم 100 جرام من السمنة بأي نوع منها. بس ال100 جرام دول برضو عاملين نص كوباية من السمنة اللي انتوا شايفينها قدامي دي، الكوباية برضو بتاعت الشاي. فانتي وحدي الكوباية اللي بتشتغلي بيها وهيطلع معاكي المقادير مظبوطة جدا. انا حوزينها برضو عشان تتأكدوا ان النص كوباية عاملة 100 جرام بالظبط. طبعا السمنة لازم تكون سايحة في حرارة المطبخ على الأقل، بس أنا يفضل إن هي تستخدم دافية، هي والحليب. يعني المكونات السائلة اللي معانا الحليب والسمنة لازم يكونوا دافيين. أهي بصوا نص كوباية بالظبط على الميزان عاملة 100 جرام. حوزن كمان السكر واللبن. كده احنا قلنا نص كيلو من الدقيق عليه نص كوباية من السمنة و 300 جرام بالظبط من السكر. ال 300 جرام دول عاملين كوباية وتلت من الكوبايات اللي قدامي دي. طبعا هما 300 جرام كتير ككمية سكر، بس هي البسبوسة للأسف بتتاكل بالشكل ده. انتوا تقدروا تقللوا في الكمية على فكرة، بس انا مش عارفة النتيجة بتاعتها هتطلع ايه. بس المقادير دي فعلا مظبوطة معايا جدا وبستخدمها على طول. هسيب لكم كمان الطريقة بالتفصيل في فيديو كنت عاملاه قبل كده في الاي اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة. حطيت كمان 225 ملي من اللبن، هو زاد معايا 2 ملي ولا حاجة، مش هتفرق، هحطه على جنب لان انا لسه هدفي السمنة وهدفي اللبن في الميكرويف، حاجة بسيطة جدا. خلاص كده انا دفيت الحاجة بتاعتي وهبدأ اشتغل بيها. حطيت اول حاجة السمنة على الدقيق، طبعا مفيش بيكنج باودر ابدا لان البسبوسة ما بتتاكلش عالية وزي الكيك، هي بتبقى حاجة كده نص سمك الكيك مثلا، وبتبقى عالية لو هتتحشى مكسرات او قشطة، لكن ما بتبقاش عالية ابدا لو هي سادة. غير كمان ان هي ما بيتحط لهاش جوز هند، لان ناس كتير بتحط للبسبوسة جوز هند. البسبوسة ما بتتحط لهاش نهائي، هي الهريسة يمكن اللي بيتحط لها، لكن البسبوسة لا. فده الاصل بتاعها، يعني هو ده الاصل بتاعها. انا اللي عملته ان انا يعني بسيت الدقيق في السمنة كويس جدا بطراطيف صوابعي، اندمجت كلها مع السمنة. بعد كده بدأت احط كل المقادير على بعضها، السكر واللبن هما دول اللي كانوا فاضلين حطيتهم برضو وعملتهم بصباعي كويس جدا. وبعد كده هبدأ بقى استخدم الصينية بتاعتي، دهنتها سمنة، وطبعا الاشهر ان انتوا تدهنوها طحينة، بس انا ما جزفتش بصراحة لحد دلوقتي في ان انا استخدم الطحينة. وبالسمنة اللي اتبقت معايا هدهن ايدي بيها وهبدأ افرد واوزع البسبوسة في الصينية. احنا النهاردة استخدمنا ايدينا في كل حاجة، وهو ده يعني اللي بيحسسك فعلا بالحاجة مظبوطة او لا. طبعا على الوش ده اختياري انك تحطي اي مكسرات، ممكن بندق، ممكن سوداني، ممكن من غير اصلا. انا حطيت لوز وده اللي كان عندي، وعملت منها صينيتين حجمهم متوسط زي ما انتوا شايفين كده. هدخلهم الفرن على حرارة وسط 200، يعني وسط مش عالية ومش هادية، مش هتقعد كتير برضو، هي تقريبا ربع ساعة. ولو احتاجت وش من فوق ادوها وش بسيط قوي. والشربات انا هعمله بنص كيلو من السكر وعليه نص كيلو من المية او نص لتر من المية، وحرفعهم على النار. طبعا هو الكمية بتاعته زيادة شوية، بس انا عملت بزيادة يفضل عندي في التلاجة احتاجه لحاجة تانية، مش هيخسر. انا هنا كنت دخلتها، وبصوا اول بقى ما اطرافها تحمر تعرفوا انها استوت كده، تطفو من تحت وتفتحوا الشواية من فوق. انتبهوا لها لان هي اتلسعت مني حاجة بسيطة، عشان كده انا حبيت انبه لكم. المنكه اللي انا هحطه هو ماء الورد، ده زهرة الاورنج او البرتقال، بتدي نكهة بسيطة كده للشربات، بس يعني حلوة تكة اضافية كويسة. ممكن تحطوا فانيليا، ممكن تحطوا عصرة ليمون عادي جدا. بصوا بقى طلعت من الفرن، والمكسرات اللي استخدمتها خلي بالكم تكون نية، لو متحمصة هتلاقوها طلعت لونها اسود معاكم، فهي لازم تكون نية. الشربات سخن والبسبوسة كمان سخنة، ونبدأ نضيف الشربات. اللي هيعرفكم ان البسبوسة ناجحة ولا لأ امتصاصها للشربات هيكون ايه. لو لقيتوها ما بتشربش خالص كده هي نشفت قوي ومقادير مش مظبوطة، لكن لو شربت الشربات بسرعة وبدأت بقى امتصاصها يقل عن الاول هي كده تمام جدا. هغطي البسبوسة عشان تطلع معايا طرية وتفضل طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، ما هيش يعني طرية كده سايلة. خلاص كده انا هغطيها باي حاجة عندي وهسيبها تبرد، ممكن تدخليها التلاجة ممكن تاكليها على طول مش هتفرق. بس عايز اقولكم طعمها حلو جدا،
والحمد لله استخدمت بقى سكينة المعجون بتاعتي الجديدة دي وطلعت حلوة، يعني هي مناسبة قوي للبسبوسة فعلا. عايزة اقول لكم الاطراف الناشفة دي هي احلى حاجة في البسبوسة كلها، بغض النظر عن ان في جزء مثلا مسود شوية كده، لا هو طعمه مش قد كده الغامق ده، بس هي كلها على بعضها حلوة بصراحة وطلعت جميلة جدا. انا بشيلها على فكرة بتقطعها في علب ما بينهم اكياس بلاستيك وبشيلها في الفريزر، بتنفعني وقت ما اكون عايزين ناكل حاجة حلوة جاي لنا ضيوف، بتبقى جميلة جدا على فكرة. شايفين بقى الخرطة عاملة ازاي، كل ما تدخلوها التلاجة تمسك نفسها كل ما تكون احسن. انا ما دخلتهاش على فكرة خالص، انا عملت البسبوسة دي بعد الغداء بفترة، يعني كنا تقريبا على المغرب كده لما قمت عملتها. شايفينها حلوة ازاي، تحفة والله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. دخلت بقى الليفينج عشان نظبط قعدة حلوة كده نقعدها احنا والولاد يوم الخميس، الولاد اجازة اصلا، وتاني يوم وتالت يوم برضو اجازة، فقلنا نقعد معاهم شوية. انتوا عارفين المشغوليات بتاعة الاولاد طول الاسبوع اصلا ما بيبقاش في وقت ان احنا نقعد معاهم خالص، بالذات في الدراسة، فقلت بقى احط الشمعة دي، بصراحة كنت ناسيها خالص، فلما شفت الفانوس افتكرتها وقلت احطها بقى بالمرة. بس عايزة اقول لكم للأسف الفانوس شكله حلو وكل حاجة، بس لما بحط فيه الشمعة بيسخن بطريقة مش طبيعية. يعني انا اول مرة حطيت فيه شمعة، اول ما جبته حطيتها وولعتها اتفاجئت انه جاي امسكها عشان اطفي الشمعة اتلسعت، الفانوس كله سخن، فانا بقيت اخد حذري. بس احنا بقينا نحطه في مكان بعيد لو هنشغله، لكن اغلب الاوقات طبعا مش مشغلينه عشان الولاد، بس هو بيدي جو حلو وبهجة كده للمكان. انا فتحت الشمعة وهحطها بقى دلوقتي. طبعا القعدة ما تبقاش قاعدة غير باللب والسوداني، وكنت عايزة اعمل فشار كمان بس قلت لا يعني بلاش، طالما بقى اللب حادق مش عايزة اعمل كمان فشار بالملح، فقلت احط بقى لب وسوداني. وعايزة اقول لكم كمان جايبة اللي هو الحمص اللي هو بتاع السبوع ده، يعني عايزة اقول لكم هو مرتبط بالنسبة لنا بالسبوع والكلام ده، بس هو فعلا مفيد جدا لو جبتوه للولاد، حتى لو خدوا منهم على المدرسة والله في علبة صغيرة كده بيبقى حلو ومفيد قوي، احسن من حاجات تانية كتير بنجيبها للولاد كسناكس. الحمص والذرة والحاجات دي بتبقى مفيدة قوي. الباكو ده تقريبا كان ب5 جنيه يعني، بس الاهم ان احنا نختار نوعية كويسة، لان في نوعيات بتبقى ناشفة جدا فبتبوظ الضروس والاسنان وكده، فانا برضو حبيت اقول لكم عليه لانه لما شفته عند المحمصة عجبني جدا وقلت يعني اجيبه بالمرة. حطينا بقى البسبوسة كمان مع الحاجة اللي احنا عملناها، وقعدة يعني لطيفة ظريفة كده، واغلبها يعني اتفرجنا على كرتون مع الولاد مش اكتر، الولاد هما دايما بيسيطروا على اللي هنشوفه، فالمهم ان احنا نقضي وقت معاهم مش اكتر، نسمعهم. ساعات بقى الولاد تقعد تحكي اللي حصل في المدرسة الاسبوع كله، لان مش دايما بيحكوا بصراحة، فيعني دايما كده لحظات الصراحة دي ما بتجيش كتير. فالحمد لله كان يوم جميل وقضيناه مع بعض. حاولوا تعملوا يوم كده جميل حتى لو مرة في الأسبوع مع ولادكم، تتجمعوا فيها على سفرة واحدة بعيد عن مشغوليات الحياة والشغل والأب اللي في الشغل طول الوقت والأم اللي في المطبخ طول الوقت. فإن شاء الله ربنا يجمعكم على خير دايما ويعمر بيوتكم بكل خير. أتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني، ما تنسونيش كمان في دعائكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. يلا بينا نبدأ الأدعية بتاعتنا. حبيبة قلبي طالبة ان احنا كلنا ندعي لخالتها بالشفاء، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما بإذن الله. أم جودي عايزانا ندعي لها ان هي تخوي بنتها، ربنا يرزقك يا رب الخلف الصالح وتخوي بنتك ان شاء الله عاجلا وليس آجلا. ملاك سمير عايزانا ندعي لها، ربنا ينجحها، هي في تانية إعدادي، يا ريت كلنا ندعي لبعض ان شاء الله دعوتنا لبعض عن ظهر الغيب بإذن الله مستجابة، ان شاء الله ينجحك وما يضيع لك تعب ابدا يا ملاك.
مي سالم حبيبة قلبي، تعليقك جميل وربنا يجازيكي كل خير على كل كلمة قلتيها، انتي اسعدتيني بجد بكل كلامك، ربنا يبارك لك في اولادك يا رب ويخليهم لك وما تشوفيش فيهم اي مكروه ولا سوء ابدا، لا انتي ولا كل اطفالنا يا رب العالمين. حبيبتي صاحبة اكاونت باسم عبد المحسن عايشيبة، عايزانا كلنا ندعي لها ربنا يفك كربها ان شاء الله ويبعت رزق اولادها. الله يفك كربك ويزيح همك يا رب العالمين ويرزقك من حيث لا تحتسبي يا رب العالمين ان شاء الله. حبيبة قلبي ام ابراهيم طالبة مننا ان احنا ندعي لابنها دايما. يا ام ابراهيم تعليقك بجد بيسعدني جدا، ربنا يجازيكي كل الخير يا رب، ربنا يهديلك ابنك ويصلح لك حاله يا رب وتشوفيه من احسن الناس، ندعي له يا رب رجعله من الصالحين ويرزقه صحبة الاخيار يا رب العالمين ان شاء الله، ربنا يفرحك بيه باذن الله. نيرة محروس بتقولي طنط دعيلي اجيب هندسة، ادعيلي ربنا يسعدني بحبك قوي، ربنا يبارك لك يا نيرة، والله انا اللي بحبكم جميعا، ان شاء الله ربنا يوفقك وما يضيعلك تعب ان شاء الله باذن الله، واجتهدي وربنا يا رب هينولها لك لو كانت خير ليكي، دايما تدعي بالخير ليكي وسيب الباقي على ربنا وان شاء الله ربنا يسعدك دنيا واخره. حبيبتي بوسي من سوريا، انا عارفاكي وانتي اختي بجد وبحبك، ربنا يبارك فيكي، عايزانا ندعي لها بشفاء زوجها، ربنا يبارك لك في صحته يا رب العالمين وان شاء الله ربنا يزيح عنه المرض كله. حبيبتي باكونت اسمه سوسو كيتشن، عايزانا ندعي لها بان ربنا ينجحها في ثالثه ثانوي، ربنا يوفقك يا رب انتي وكل اللي زيك، يعني ما انتوا فعلا امس الناس للدعاء، ان شاء الله ربنا يتقبل دعائنا ليكم وجميع الطلبه والطالبات بالتفوق والنجاح يا رب ان شاء الله. مريم محمد عايزانا ندعي لها ان ربنا يرزقها ببيت وتخلص من المشاكل، ربنا يرزقك يا رب انتي وكل فعلا المحتاجين لبيوت، لان فعلا الدعاء ده بيكون يعني في قلب ناس كتير قوي، ان ربنا يرزقهم ببيت ويستقلوا حتى عن بيت العيلة او ايا كان السبب، ربنا يرزقكم من عنده يا رب ويفتحها عليكم باذن الله. حبيبتي ايه فهمي عايزانا ندعي لها كلنا ان هي وزوجها معزولين ومصابين وعندها اطفال طبعا صغيرين، واكيد كلنا عارفين الوضع بيبقى عامل ازاي، ربنا يعافي عنك يا رب ويزيح عنك المرض انتي وزوجك ويبارك لك في ولادك، ان شاء الله فترة وهتعدي وان شاء الله ربنا هيمن عليكي بالشفاء انتي وزوجك، اهم حاجة تتبعي النصايح والتعليمات والارشادات الوقاية عشان ربنا يحفظ لك اولادك وتعدوا الفترة دي على خير. اختنا من المتابعين عايزانا برضو ندعي لها بالهداية ليها ولأطفالها عشان هي يعني اعصابها دايما تعبانة معاهم، ودي حال امهات كتير على فكرة، ربنا يهديهم لك ويهدينا ليهم كامهات ويهديكي ليهم يا رب، ان شاء الله ربنا يرزقك حسن القول والتصرف، خليكي هادية مهما حصل، وان شاء الله هو بالتعود وبالتمرين كده ان شاء الله ربنا هيزيح عنك كل العصبية دي، بس اهم حاجة تتخلصي فعلا من كل اسباب العصبية الاصلية وما تطلعيش اي طاقة سلبية في ولادك، ربنا يرزقك الخير ان شاء الله. حبيبتي صاحبة الاكاونت ده عايزانا ندعي لابنها ان هو تعبان على طول، ربنا يشفيهولك ويعفي عنه يا رب، بس لو هو بيتعب على طول يبقى هو مناعته ضعيفة، اهتمي بالمأكولات والمشروبات اللي بتقوي المناعة وربنا يشفيهولك يا رب وتشوفيه دايما بأحسن صحة وأحسن حال. إيمان السيد حبيبتي ربنا يبارك لك على كل كلمة حلوة قلتيها، ان شاء الله ربنا يا رب العالمين يرزقك بالرزق الواسع الوفير اللي يساعدك على انك تطلعي من بيت العيلة وتنفصلي ببيت منفصل او شقة منفصلة، وان شاء الله ربنا يرزقك الخير انت واولادك. حبيبتي شيماء الحنفي ربنا يبارك لك فعلا على تذكيرك لينا ان احنا ندعي لاولادنا واولاد المسلمين واولاد الناس اجمعين بالهداية وصلاح الحال، ربنا يبارك في اولادنا جميعا ويحفظ لكل ام طفلها وما تشوفش فيه اي سوء ابدا. نيجي بقى للاسماء، سما الشياسي بتقولي بحبك من فضلك قولي اسمي في الفيديو اللي جاي. شيماء كمان حبيبة قلبي عايزانا ندعي لها هي واختها، ربنا يرزقهم الزوج الصالح عن اجلا وليس اجلا يا رب العالمين، ويجعلكم زوجات صالحات باذن الله في المستقبل، وان شاء الله ربنا يبعت لك رزقكم ان شاء الله على خير قريب. ملك محمد بتقولي انا بحبك جدا 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 واتمنى انك تجيبي او تقولي الكومنت بتاعي، انا اتمنى انك تقولي اسمي انا واخويا، انا ملك محمد واخويا مازن محمد، ربنا يخليكي يا ملك انتي واخوكي مازن، تسلمي يا رب على كلامك الحلو. ملك محمود السايز بتقولي انا بحبك قوي ممكن تقولي اسمي انا اسمي ملك، حاضر يا ملك. ريم حبيبتي اللي تعليقاتها دايما غالية عليا، ربنا يبارك فيك يا ريم وان شاء الله ربنا ييسر لك امورك ويجعلها دايما خير، طبعا انا هقول اسمك في الفيديو ده
ربنا يبارك فيك على كل كلامك الحلو، وان شاء الله ربنا ييسر لك كل امورك ويدبر لك الخير. ساره كمان بتقولي انا بحبك قوي يا طنط. انا ساره، وقولي اسمي. حاضر يا ساره، طبعا هقول اسامي كل اللي بيطلب مني اساميهم، واي حد فعلا يطلب مني اسمه انا طبعا بقوله. والاهم من كده ان احنا ندعي لبعض عن ظهر الغيب، ان شاء الله ربنا يستجيب مننا ويجعلنا دايما صحبه صالحه في الخير. اشوفكم في فيديو جديد، ونختم دعائنا بالصلاه والسلام على رسول الله. مع السلامه.